ماذا فعلت المخابرات المصرية على بعد 2000 كيلومتر من القاهرة؟ المخابرات المصرية جهاز عملاق له تاريخ أسطوري. الصحافة العربية تتحدث عن اختراق أسطوري جديد للمخابرات المصرية. الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية كل يوم بنلاقي مواقع جديدة تنضم إلى نشر ما نشرته الصحافة الكويتية حول النجاح الكبير للمخابرات المصرية مؤخرا. حقيقتين أساسيتين نشرتا في الإعلام الكويتي. الحقيقة الأولى أن المخابرات المصرية نجحت في رصد لقاء بين وزير خارجية قطر وبين قاسم سليماني اللي هو قائد الحرس الثوري الإيراني، وإن ده كان قبل 5 أيام فقط من القمة الأمريكية الإسلامية في الرياض. وطبعا ده كان عمل استخباراتي كبير وعظيم من الدرجة الأولى. الأمر الثاني طبقا للإعلام الكويتي أن المخابرات المصرية نجحت فإنها ترصد لقاءات لمسؤولين قطريين آخرين مع قاسم سليماني، بناء على هذه اللقاءات ترتيب أعمال معادية للأمن القومي العربي. ونجحت المخابرات المصرية إنها تصور ذلك صوتا وصورة، وإن رغم المخابرات الإيرانية في النهاية نسفت المكان اللي كان فيه الاجتماعات، إلا إنه طبقا للإعلام الكويتي كان لدى المخابرات المصرية الوثائق الخاصة بتلك اللقاءات. رصد المخابرات المصرية طبقا للإعلام العربي لهذه اللقاءات بين قاسم سليماني وزير خارجية قطر وبين قاسم سليماني ومسؤولين قطريين آخرين على مسافة بعيدة 2000 كيلومتر من القاهرة في العاصمة الإيرانية طهران، دعا الصحافة الكويتية لأن توجه الشكر للمخابرات المصرية على هذا الإنجاز الكبير وعلى دعمها لنظرية الأمن القومي العربي وليس فقط نظرية الأمن القومي المصري.